صباح الخير من مطبخ اسيا وحلقه خاصه عن اطباق الفرن. لازلنا مستمرين. النهارده هنعمل لازانيا، بس مش اي لازانيا، هنعمل لازانيا بطريقه جديده هتبقى شبه الكانيلوني. اول حاجه انا هحتاج علبه لازانيا. علبه اللازانيا دي اول حاجه بعملها ان انا بسلقها في ميه سخنه، يعني 25-20% بس، بحيث انها تطرى. بس لما بتطرى بطلعها واحطها على ورق مدهون بشوية زيت، وابتدي يعني كل ورقة احطها او ثلاث ورقات يعني جنب بعض في صينية، اغلفهم تاني بالبلاستيك وانا ماشية، وادخلهم التلاجة لمدة ساعتين، مش الفريزر، التلاجة، عشان خاطر في الاخر يبقى سهل عليا انها تطلع بالشكل ده، وسهل عليا ان انا اطبقها او الولوها بالشكل ده واصنع منها كانيلوني بيتي. تعجبكم قوي الوصفه دي، وحاجه جديده وافتكاسه لذيذه وتغيير. هنركن اللازانيا دي على جنب ونشتغل في اول حاجه هي الصلصه. انا اللازانيا دي هحتاج ان انا اعمل لها صلصه طماطم حلوه. فاول حاجه هشوح شويه زيت او بصل مع الزيت على النار. يعني انا ما بحاولش ان انا ابعد عن الحاجات اللي انتم متعودين عليها، بس بحاول ان انا اجدد فيها وتبقى صدقيني الطبخ عامل زي المذاكره. كل ما شغلتي مخك اكتر، كل ما ابدعتي اكتر، كل ما اجتهدتي اكتر، كل ما ده ساعدك على ان افكارك تبتدي تتحرك، على ذاكرتك بتمشي كويس. ما تنسوش ان التفكير ده مفيد جدا للمخ وللذاكره، وبيقي من امراض كتير مستقبلا. يعني ركن الذاكره وركن التفكير ده على جنب بيبقى صعب قوي، وده من بين الاسباب اللي بتسبب الزهايمر على فكره، ربنا يحفظنا. فهشوح بقى البصل في الزيت. يعني هو يعتبر التفكير والكرياتيفيتي او الابداع يعتبر التمارين او الجيم بتاعت المخ وبتاعت الذاكرة كل يوم. ده بالظبط المفهوم المناسب. عندي هنا شوية ثوم، وهمشي كده بشوح، وهبتدي في اللحظة دي اضيف الصلصة. عندي صلصة طماطم بحب ان انا اضيفها الاول مع البصل والثوم، لانه بتدي او بكسر الحموضة بتاعتها. هبتدي كمان اضيف عصير طماطم فريش او طماطم مبشورة بالشكل ده. وايه اللي هيخليني اطلع النكهة بتاعت الطماطم؟ طبعا طماطم يعني سكر، رشة سكر، رشة صغيرة كده. هبتدي اضيف النكهات. عندي البابريكا، عندي شوية ملح وفلفل. لحد دلوقتي احنا ما يعني ما عملناش اي اختراع، هي حاجات عادية كل بيت متعود عليها. هضيف شوية جنزبيل، وهحط الملح طبعا، انا كده جهزت الصلصة اللي هشتغل بيها. هسيبها تعيش حياتها وهبتدي احضر الحشوة كده. تمام، وهبتدي اشتغل في الحشوة بتاعتي، بس اخلي النار هادية شوية. الحشوة بقى عبارة عن ايه؟ الحشوة عبارة عن اجبان واعشاب. عندي هنا جبنة بيضة او جبنة قريش حسب ما تحبوا، بس انا بحب استخدم القريش عشان ما فيهاش ملح. هحط كمان شوية جبنة رومي، يعني ادوا حبة اجبان حلوين. هحط كمان جبنة موزاريلا، ممكن الجودة، ممكن الشيدر، ممكن الادام او الفلامنك، اي حاجة انتوا عايزينها، بس المهم القاعدة يبقى فيه جبنة بيضة، سواء جبنة قريش او جبنة بيضة او جبنة فتة، المهم دول اللي هيبقوا القاعدة بتاعتي. هضيف بقى الاعشاب. عندي كزبرة وبقدونس مفرومين، مفرومين يعني ناعم خشن مش هتفرق، وعندي كمان ريحان ونعناع. انا غسلهم كويس هنا في شوية مية. هحاول ان انا افرمهم فرم خشن واضيفهم للحشوة بتاعتي.
الريحة بتاعت النعناع والريحان تحفة تحفة تحفة، خصوصا لو كانوا طازة. يعني حاولوا الوصفة دي تجيبوا لها خضرة تكون طازة لسه من عند الخضرة دي، ورور كده وتيجي تعملي الوصفة على طول. هوطي النار على الصلصة لانه هي كده تمام. دلوقتي بقى هنبتدي نلعب ونضيف البهارات. عندي طبعا شوية فلفل اسود وعندي الملح، مش حاجة كتيرة، ما تكتروش الملح عشان الاجبال حادقة شوية. وهاخد بقى شوكة او سباتولا احسن، وابتدي افعص او امعس المكونات دي مع بعض. ممكن لو لقيتوا الجبنة القريش ناشفة شوية ممكن نخفف بشوية كريمة او لبن زي اللي انا هعمله، بس لو الجبنة البيضة او الفتة مش هنحتاج. مش عندي لبن للأسف، بس يلا هحاول اتصرف. ممكن اضيف شوية زيت زيتون، والله فكرة حلوة قوي، حتى تديني طعم حلو. ممكن كمان نحط بيضة لو عايزين، كلها حاجات بتساعد الحشوة بتاعت الأجبان انها تبقى غنية وكمان تبقى قوامها كريمي وحلو معانا. كده تمام اهو، انا كده الحشوة بتاعتي جهزت، دي الحشوة اللي انا عايزة احضرها. طيب كده تمام القوام مظبوط، هركنها بقى على جنب او اخليها قريبه مني. وهجيب اللازانيا وهجيب كمان صينيه الفرن، وتك تك 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 لحد ما نخلص الصينيه بتاعتنا. هاخد شويه من الصلصه، انا ممكن اطفي عليها دلوقتي، حتى شويه من الصلصه دول افرشهم للازانيا تحت، شويه بس يعني كبشتين لو الصينية كبيرة كده تمام. وهبتدي اشتغل في اللازانيا بتاعتي واحدة واحدة، هحاول ابين لكم كل حاجة يعني بالشكل ده. هاخد شوية من الحشوة بتاعت الاجبان، اظن فهمتوا دلوقتي فكرة اللازانيا دي عاملة ازاي، وحبرمها كده وارصها هنا كأننا بنعمل كانيلوني، بس من غير ما تشتروا الكانيلوني. ولو انه يعني الكانيلوني هو واللازانيا نفس السعر في السوق، لانه المكرونة ما بقتش غالية زي زمان، لكن بتنبسطي وانتي بتعملي حاجة في البيت، ودي بتحافظ على شكلها. الكانيلوني ممكن ينزل، بس دي بتحافظ على شكلها الحلو. واحنا ماشيين بنرص، وشفتوا لما بتسيبوا اللازانيا بالشكل ده في التلاجة مدة ساعتين، ساعة ونص لساعتين، بتبقى ماسكة نفسها وسهلة جدا في الشغل، لا بتتقطع ولا بتلزق ولا أيتها حاجة. ونشيل دايما، شفتوا اهو دايما بفصل ما بينهم بالاكياس او البلاستيك فيل. واحنا ماشيين اهو حوالي معلقة كبيرة من الحشوة، الحشوة دي بتعمل صينية كبيرة، المقادير كلها موجودة على الموقع www.sibtv.net. وانا بذكر بس للناس اللي اول مرة يتفرجوا على البرنامج وطبقوا الحاجة وبعتولي، ببقى مبسوطة جدا، وانا متأكدة ان شاء الله ان انتوا هتجربوا الوصفة دي لانها اقتصادية وحلوة ما فيهاش لحمة، بس النتيجة رائعة جدا اهو. واحنا ماشيين اظن كده فهمتوا الفكرة عاملة ازاي. لو لقيتوا ان الحشو كتير ممكن تقللوا عشان على الاقل يكونوا شبه بعض. وطبعا بعد ما بنخلصهم يعني بنكمل عليهم بالصلصة بالشكل ده. يعني حاولوا وانتوا بتشتغلوا كل 4-5 كده تعملوا الصلصة عشان اللازانيا ما تنشفش، تبقى ماسكة سوائل حلوة.
انا هكمل بقى الصينيه. طبعا التطور الطبيعي لاي صينيه مكرونه ان انتوا تحطوا الجبنه على الوش، فانا فعلا هحط الجبنه على الوش وهدخلها الفرن واطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. افكركم ان احنا كنا شغالين الفاصل الاولاني على لازانيا على شكل كانيلوني محشيه بالجبنه والاعشاب ودخلناها الفرن عايشه حياتها. هنعمل دلوقتي صينيه تانية، بس دي صينيه اقتصاديه جدا، ما فيهاش كلاكيع كتير ولا خطوات كتير ولا اي حاجه، بس هي صينيه بطاطس، ومش اي صينيه بطاطس، صينيه بطاطس بالبشاميل اللونه وردي، يعني لونه بينك كده. اول حاجه انا عندي هنا بطاطس. البطاطس دي انا قطعتها ترانشات كده زي بتوع الصينيه العاديه بتوعنا، بس غطستهم في شويه ميه سخنه بسرعه وطلعتهم عشان ده يساعدني في الفرن ان هم يستوي بسرعه. صدقوني ممكن دقيقتين في الميه السخنه يفرقوا جامد جدا، بيوفروا حوالي تلت ساعه من وقت الطبيخ. وهبتدي احضر البشاميل. البشاميل قلنا وعدنا زدنا وكتير وعملنا فيلرز وطبخيها صح وعملنا قصص وافلام عشان نعمل البشاميل. طبعا كل معلقه كبيره من الزبده بتحتاج معلقه كبيره من الدقيق بتحتاج كوبايه من الميه او لبن، سوري. شفتوا الاعاده برضو حلوه حتى للمذيعه. عندي هنا الزبده، اهي هحاول اخد كل الزبده كده تمام. وبعدين باخد الدقيق، ثلاث معالق زبده خدنا لهم ثلاث معالق من الدقيق بالشكل ده، وهبتدي اشقر الدقيق ده مع الزبده تمام. اول ما احس ان الدنيا دابت وابتدى ياخد شويه اللون الاشقر هجري بقى واجيب اللبن وابتدي انزل تدريجيا وانا بخفق بالمخفق او المضرب السلك عشان يتجانس معايا الدقيق والبشاميل او اللبن بتاعي. ده قاعده صلصه البشاميل. ايه اللي هضيفه دلوقتي؟ عندي بقى البهارات. البشاميل ده انا عايزه لونه يبقى بينك، فهحط له شويه بابريكا، بس مش دي اللي هتدي له اللون، في عنصر تاني. بس خلونا نحط البهارات الاول. هحط شويه من الفلفل الاسود، ممكن نضيف جوز الطيب لو عايزين، بس انا معتمده على البابريكا هنا، فالبابريكا هتعمل دور حلو قوي. عندي الملح، الشكل ده، وعندي حوالي 3 معالق كبار من الكاتشب. الكاتشب ده هو اللي هيديني اللون الحلو وكمان السويتنس او الحلاوه الحلوه دي اللي في البشاميل. ونسيت اضيف حاجه كمان حلوه واللي هي الثوم عشان يبقى عندي نكهه قويه في البشاميل اللي انا مستخدماه مع البطاطس دي. اهو اللون هيبتدي يقوى كمان شويه، ممكن حتى اضيف شويه بابريكا زياده. صدقوني يعني صينيه عاديه قوي تفرق جدا في الطعم وتغيير، يعني هي مش طبق رئيسي على قد ما هو طبق جانبي. ممكن تقدموها جنب الاسماك، جنب المشاوي، عامله فراخ مشويه، عامله لحمه مشويه، اي حاجه مشويه دي بتعتبر سايد ديش كده حلو قوي. خلاص انا مش عايزه البشاميل ده تقيل، عايزاه خفيف بالشكل ده عشان يكمل في الفرن السوا. هجيب دلوقتي صينيه الفرن وهدلق فيها البطاطس دي. حاول بس اخرجها هنا، انا خليت معاها شويه ميه عشان ما تسودش، بس زي ما قلنا احنا سلقنا البطاطس دي، او مش سلقنا، غطسناها في ميه مغليه مده دقيقتين وبس، يعني لا استوت ولا اي حاجه، بس الدقيقتين دول هيوفروا لي بالظبط بالظبط في الفرن حوالي تلت ساعه من مده السوا تمام.
وهروح جايبه الصوص اللي انا حضرته ده وهنزل بيه بالراحه على البطاطس بالشكل ده، واحاول ان انا اغطي كل البطاطس بتاعتي. هتبقى طعمه قوي الصينيه دي. بعد كده طبعا اي حاجه بتدخل للفرن. خلينا بس الاول نوزع البطاطس بالصوص عشان تاخد كل النكهه. انتوا ممكن تغطوها بالفويل وتدخلوها، ده برضو بيسرع عملية السوى. لو عايزينها تتشوي وتاخد راحتها في الفرن بلاش نغطيها، هي بس السوائل دول هيسووها. ونحط عليها شوية جبنة موزاريلا بالشكل ده على الوش، او اي نوع من انواع الجبنة اللي انتوا بتحبوها. انا شخصيا بحب اعمل مزيج ما بين نوعين جبنة زي الموزاريلا والبارميزان او الرومي، او ممكن تشيدر كمان الحمراء، بتدي طعم حلو قوي للأكلة دي. وندخلها الفرن على نفس درجة حرارة اللي دخلنا عليها اللازانيا، متوسط الحرارة لمدة تقريبا ساعة. وحنشوف بقى بعد كده الطبقين بتوعنا عاملين ازاي. الصواني بتاعتنا جهزت، اديكوا شايفين لونها بيبقى متحمر ازاي. صينيه البطاطس مش ضروري ان احنا نخليها في الفرن لحد ما البشاميل يجمد قوي، لانه احنا عايزينها يعني صوصي، فيها صوص نقدر نحطها على الرز، نقدر نحطها على المكرونه زي ما انتوا عايزين. كمان اللازانيا اهي جهزت. افكركم ان انا عملت كانيلوني من اللازانيا، يعني اللازانيا اخدتها سلقتها يعني دقيقتين كده في الميه بس طريت، وبعدين حطيتها على ورق او على بلاستيك اللي بيدخل بلاستيك فيلم، حطيتها عليه مدهون بالزيت وعملت رقات كده ودخلتها الثلاجه، هديت مع نفسها مده ساعه ونص ساعتين. ده بيخليني انا ممكن الفها حوالين نفسها واحشيها باي حاجه انا عايزاها. لكن انا سلكت السكه الارديحي النهارده، ما استخدمتش لحمه خالص ولا فراخ ولا اي حاجه في الحلقه، عشان تعرفوا ان الفرن مش مرتبط بالبروتين، ممكن نعمل بلاوي وصواني حلوين قوي من ولا شيء. فحشيتها بخليط ما بين الاعشاب والجبنه والجبنه الرومي والجبنه البيضاء والجبنه القريش وحاجات كتير. فده خلاني عملتها زي رولز وحطيتها، وحطيت عليها الصلصه بتاعه البيتزا او صلصة الطماطم اللي بنحضرها وتمشي مع المكرونة ورشة الجبنة. ده بيبقى شكلها. احنا ممكن نقطع يعني خرطة كده تبقى زي الكانيلوني بالظبط، بس محشية وسهلة وما بتعذبناش قوي وطعمة جدا. يعني الميزة فيها شوفوا الجبنة بتمط. اوبس اهو، بحاول ان انا بس بتهرب مني عشان لسه سخنة. شوفوا بقى الجبنة، انا بحاول اوريها لكم اهي. شفتوا حشوة الجبنة بتبقى دايبة ازاي؟ ممكن نجيب الصلصة نحطها بالشكل ده. انا حتى حاسة ان انا عايزة اكل دلوقتي كده. تمام، ننظف بس مكانها. وطبعا اي حاجة سخنة لسه خارجة من الفرن ممكن نديها شوية ريحان او شوية اعشاب كده، لانه احنا حاشين بالاعشاب. التانية برضو ممكن نعمل معاها نفس الموضوع اهو، شوية حاجة خضرة بالمنظر ده. انا بحب احط الحاجة عشوائيا، بيبقى ليها منظر لطيف وجميل جدا في الصور اللي بتبقى في اخر الحلقة. يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. افكركم ان احنا عملنا لازانيا وعملنا كمان صينية بشاميل او صينية بطاطس بالصوص الوردي او البشاميل الوردي، والمكونات كلها والوصفات والخطوات والبابا غنوج والسلطات هتلاقوها على موقع قناة ست البيت، او بعتولي على صفحة مطبخ اسيا وهتلاقوني موجودة مستنياكم. احب برضو اشوف صور تطبيقاتكم، احب اشوف ردود فعلكم، احب اشوف اذا كانت وصفات الفرن عجبتكم. واستنوني في حلقة جديدة من وصفات الفرن، لازلنا مكملين.